وفي معصية المسعى متلاحقة فآخر. أيها الإخوة، الآن الحديد يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، كلما كثر وجوده قلت عزته، وكلما قلت الحاجة إليه قلت عزته، وكلما سهل الوصول إليه قلت عزته. فهو مفعل بالقانون ثمن قريب من 100 ألف ليرة، الآن ثمن 55 ليرة على طرف أولى، من 100 ألف فسهل أن تقتنيها في طرف ما. الآن كلما قل وجود الشيء حتى صار وحيدا، وكلما ازدادت الحاجة إليه حتى احتاجه كل شيء في ذلك، وكلما صعب الوصول إليه حتى أصبح متعبا. عزيز حكيم، أنت تتذكر الإنسان أحد طرق معرفة العزيز، نحن من أجل أن نصل إلى منزل ملتهب على الشمس، من أجل أن نصل إلى أقرب منزل ملتهب على الشمس، نحتاج إلى أحسن الوعد والجهد. أقدم لكم هذا المثال بلغة الواقع من في برشة الأرمنية، فيوم أتركني هذا المدن نحتاج إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام. تاريخ المساعة في تاريخ المساعية كله 50 مليون عام إلى أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض. من القطب 4000 المرأة المسلسلة من يوراس البولية، كتب حديثا 24 مليار سنة مئوية، هذا جزء من الكون، وحتى هذه الساعة هذا الكون ذلك نجم الشمس بعدها 24 مليار سنة، يعني 24 مليون سنة ضوئية. الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام ثالث نجم، متى نصل إلى 24 مليار؟ إذا كان هذا خلق الله فكيف عظمة الله عز وجل؟ يعني حقيقة والويل ثم الويل ثم الويل لمن غفل عنه. قوم الكرام، الذي يحدث في مصيبة الثلاث سنوات، فالآن أن نوضح هذه الفكرة.